ثلاثة في المحاضرة الحادية عشر في فقه الأقليات، نتكلم على مقارنة بين الطلاق في الإسلام والطلاق في الغرب. لما نطالع أحكام الطلاق في الإسلام وأحكامه في النظام الأمريكي الذي لا يختلف عن النظام الأوروبي في جوهره وأصوله بل وفي كثير من فرعياته، في الأصل هم نقلوا هذا الطلاق في أمريكا من بولونيا، وبولونيا نقلته من فقه الإمام مالك، من فقه الإمام مالك. لكن من 60 سنة أو 70 سنة يعني عبثت بهذه القوانين أيدي المجرمين، فظهرت منه الصور التي نحياها الآن، التي نحياها الآن. لا قيمة الأسرة ولا قيمة الإنسان، حتى أن في سخافات كثيرة جدا. تعرفوا أن من أسباب الطلاق الأصلية الخيانة، الخيانة في أمريكا وخاصة في كاليفورنيا كمان بتعتبر من الحرية، يعني ما يستطيع زوج أن يتكلم في ذلك أو زوجة تتكلم في ذلك، هذا من باب الحرية. المبادئ التي قامت عليها الحضارة الغربية واحدة، بيظهر لنا جليا عمق الهوة بين الجانبين، بين الإسلام وبين النظام الأمريكي في الطلاق أو الغرب. بيظهر لنا كمان تهافت الحضارة الغربية وتفاهتها في كثير من الجوانب. لما بنعرف أن النظم، هذه النظم على ما هي عليه من سذاجة وسخافة، كانت هي القمة التي وصل إلى الغربيون بعد سنين طويلة من التفكير والبحث والدراسة، بندرك حقا عظمة الإسلام، لأنه شريعته شريعة ربانية بقيت على 1400 سنة إلى اليوم أسمى وأعز وأشرف من كل النظم البشرية، وستظل إن شاء الله. بالمقارنة بين نظام الطلاق في الإسلام والطلاق في الغرب، لا يحتاج منا إلى كبير عناء، بل يكفي القارئ أن يطلع على كل من النظمين ليدرك محاسن الإسلام ومساوئ الحضارة الغربية. يعني نحاول نحن نركز على بعض الجوانب. واحد، طول مدة الطلاق. أول ما نلاحظه عند دراسة نظام الطلاق في الغرب، طول المدة التي يتربص بها طالب الطلاق، بينتظر 6 أشهر، وقد تطول المدة ليحصل على قرار الطلاق بالنسبة للانفصال المادي، وما بيخلصوا الأمور المادية، مع ما يصاحب هذه المدة الزمنية من إرهاق مادي وتعب نفسي، مع أنه يستطيع مقدم طالب الطلاق أن يقدمه بنفسه، ولكن الواقع يدل على عكس ذلك، ولا يتم إلا عن طريق المحامي، ولا يقع الطلاق إلا في المحكمة. وبين المحامي والمحكمة بتنفق أموال وبتنشر أسرار وبتظهر ضغائن، وبينسى الزوجان الفضل بينهم، ويصبح رجوعهما إلى حظيرة الزوجية أمرا مستحيلا، في حين أن الإسلام سهل عملية الطلاق. بعدما تبين للرجل والمرأة أن دوام الحياة الزوجية بينهما عبث لا فائدة منه، فيقررون الطلاق، ويتم طلاقهما في ساعة واحدة دون أن يحتاج إلى محكمة أو محامي أو شاهد، بل يتلفظ الرجل بكلمة الطلاق فيقع الطلاق. ما يفعله الناس اليوم من الذهاب إلى المحكمة الشرعية ونحوها، هذا يتم لتسجيل الطلاق في الدوائر الرسمية حتى لا تضيع الحقوق أو ينكر أحد بعد ذلك، إلا أن هذا الأمر ليس شرطا في صحة الطلاق، بل يقع الطلاق بين الرجل والمرأة ولو كان منفردين، ما يحتاجوا إلى الإشهاد حتى. ده أول شيء، يبقى سهولة الطلاق إذا استحالت العشرة بينهما، أما في القانون الأمريكي بيمكث 6 أشهر. غير ذلك من الأمور التي ذكرناها من إنفاق الأموال ونشر الأسرار وظهور الضغائن، وينسى كل منهما الفضل بينهما. 2، النفقة الواسعة. لما بندرس النفقة في أمريكا تبين أن لها باب واسع لا يكاد لا ينتهي، لا يكاد ينتهي. المرأة المطلقة تستطيع من خلال القانون أن تكلف زوجها بالإنفاق عليها إلى الأبد. إذا زاد الزواج عن 10 سنوات، 10 سنوات بيفضل ينفق عليها إلى الأبد، إلى الأبد، إلا إذا تزوجت أو توفيت أو اشتغلت وثبت ذلك، ومعظمهن بيشتغلوا كاش عشان يفضل الزوج المخدوع أو الطليق المخدوع يدفع لها،
ولربما تتزوج إسلامي ولا تثبت الزواج في المحكمة، عشان يظل الزوج في نظر الطليق في نظر المحكمة هو الذي يدفع لها. وإثبات الزواج الإسلامي أمر صعب جدا، أمر صعب جدا. وبالتالي اللي بيحكم هذا الأمر الدين والضمائر، الدين والضمائر. المرأة المطلقة تستطيع من خلال القانون أن تكلف زوجها بالإنفاق عليها للأبد. طبعا إذا أقل من 10 سنين بنصف المدة بينفق عليه. وأصل النفقة مش مقصور على كفاية المرأة، بل قائم على مبدأ المناصفة بينها وبين الرجل، على أن الرجل ينفق نصف ثروته ونصف دخله على مطلقته حتى تأتيها المنية. ولو كانت هذه النفقة مشروطة بالطلاق الذي يقع بالسبب من الرجل لهان الأمر بعض الشيء، لكن المصيبة أن هذه النفقة بتستحقها المرأة ولو كانت هي المتسببة بالطلاق، حتى ولو طلقت زوجها بدون أي سبب. وهذا من الظلم البين اللي بيدفع كثير من الرجال إلى إخفاء أموالهم أو الانتحار أو ربما قتل زوجتهم. وقد يقول قائل هذا الحق مشترك بين الرجل والمرأة، كما أن المرأة قد تستحق هذه النفقة يمكن أيضا للرجل أن يستحقها من المرأة. في ديننا هذا ظلم سواء وقع على الرجل أو على المرأة، إلا أنه في أغلب الأحوال بيقع على الرجل، لأن المرأة إما تتذرع بالحضانة أو الضعف أو عدم إيجادها العمل المناسب بخلاف الرجل. في حين أن الإسلام اعتبر في استحقاق النفقة وغيرها من التبعات المالية المتسبب بالطلاق، فإن كانت المرأة هي المتسببة به بأن طلبته من غير إساءة من زوجها سقط حقها في النفقة، ومؤخر الصداق والمتعة بيسقط وبترد الإيه ما أخذت، بل وجب عليها أن تعيد مقدم المهر. وأما إن كان الزوج هو المتسبب به لزمته كل هذه المستحقات، إلا أنها مستحقات مقدرة ومعروفة، فالنفقة غايتها مدة العدة ولا تمتد إلى آخر العمر. كذا مؤخر المهر معروف ومبين ومحسوب. أما المتعة فمقدرة باجتهاد القاضي بما لا يجحف، لا يظلم لا المرأة ولا يجتاح مال الرجل. التوسع في أبواب النفقات في النظام الأمريكي خاصة والغرب عامة أدى إلى فساد كبير جدا في المجتمعات، إعراض كثير من الناس عن الزواج، وبالتالي انتشر الزنا. الرجل الذي يستطيع أن يعاشر المرأة من خلال العلاقات المحرمة دون أي حرج من المجتمع ودون خوف من الله. طيب لماذا يقيد نفسه؟ لماذا يقيد نفسه بأغلال من التكاليف المادية والنفسية التي لا تنتهي عند حد؟ بل كل ما يكتسب في حياته المادية من ثروة ونجاح عرضة للضياع عند الطلاق. ولو كان الزواج الغربي يؤمن له بعض الراحة والاحترام لغامر من أجل ذلك، لكنه يتزوج امرأة ليس له عليها إلا كما له على امرأة أجنبية عنه، سواء في الخدمة أو المعاشرة الجنسية. ولو كان القانون يعفي من هذه الأعباء إذا كانت المرأة هي المتسببة بالطلاق لهان الأمر، لكنه يقدم على الزواج من امرأة لا تسمح له أن يجامعها إلا إذا أحبت، وإذا يعني أتاها ربما تروح تشتكي وتقول بيغتصبني، وهذا أمر ما سمعناه إلا في بلاد الكفار، وتشترط عليه ألا تخدمه بشيء، ولها أن تعاشر من تشاء سواء وافق يعني سواء متى تريد، وإذا عزمت على طلاقه لغير سبب فعلت، فلها ذلك دون أن تحرم من نصيبها من ثروته وأملاكه. وبالتالي كثير من الناس بيعرضوا عن الزواج، لكن شريعة الإسلام غير ذلك. شريعة الإسلام واضحة ومبينة، وربنا سبحانه وتعالى عدل في أحكامه، ووظف هذه القوانين لإصلاح المجتمع سواء كان متزوجين أو عند الفراق أو بعد الفراق. والله أعلم. أي سؤال؟